ندعيك على سوق الملك، وان شاء الله غادي نروح مغامره، غادي نهبطوا لتحت ان شاء الله نشوفوا العالم اللي كاين كاين داخل كبير. العمق هذا البير هذا تقريبا ديال 60 30 متر، وغتشوفوا الطريقه ديال انا تزيد ليها من تحت كيبرم. غادي نوريكم كيفاش الطريقه كيبرم، وتشوفوا تاع النار تبارك الله هذا البير ان شاء الله غيكون فيه الماء ان شاء الله. يلا خذوا معايا السلام عليكم. دابا انا في البير كما تشوفوا سبيل على واحد الدار، غادي نديرو الضو باش يبان لنا السبيل مزيان. هادي هي فاش خدام هيا البرام هادي الفرد سير اسير.
غيبدل الجعبه غيزيد وحده اخرى. تبارك الله جايب الماء الله يرى جايب الماء شوف التراب الزر الا كان كحل الا كان كحل كيبين ليا بلي راه العيون كاينين كاينين العيون. دابا الاثار ديال العين ديال العيون كيكونوا كحلين يعني كيكحل الزر. الا كان هذا الزر هذا الفتيت هذا كحل راه الماء كاين وبالفعل كما تشوفوا هي الماء جايبه تاعها. الشعاب اللي كيكونوا قلبين سيبيلا دابا كيهود الشعبات باش 10 شعاب كملوا. دابا حنا هو بادي دابا في 10 شعاب الثانيه قرب الله تيسير لهاد الدير ان شاء الله. هيا دعمي ان شاء الله مساء صراحة أنا حيد السنة من المال يا مشينا الحمد لله هي تفجر نزلنا مباركين ان شاء الله. الله يرى هذا تبارك الله يغلى تزيد في الماء. ها انتم
المغامرة الجديدة أول مرة كنت في حالة من 2000 من 2000 وهي تكتب تبارك الله ما تقطعاتش ولكن مع الضغط ديال البيار تقدر تخش ايوا خليكم معايا هذه باركه مسعوده هذه يلا جديده هذه ايوا تبارك الله جيب الماء غتكون احسن من الاخرين بين البلان غادي يشرب من الماء من هنا من العين هذا الاخر راه يشرب بلاصه بسم الله غادي نحبسوها هاد الماء اللي هابط من فوق اللي هو اللي كيشرح العين غادي نخليكم مع هاد العين هادي ها هي الله يجيب الماء الله يصلح عليك يا رسول الله الله يجيب الماء بالله هاديك هاديك انت محمد ادريس ها هي ها غادي غادي من هنا تبني من هنا عطيني ما تسيني Hold up.
اخبار مفرحه. بلال قال لي المبدا ديتاب باش كاع العيون اللي كاينين في هاد الغيزو هذه اللي كاين فيها هاد البرامه اللي كاين شي ما غادي يجي معاك. والحمد لله العشره الاولى دخلنا في العشره الثانيه بدات يدخل الماء بدات يخرج هي بدات تزيد قبل الخروج لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديدنا، وقوموا بالإعجاب بالفيديو لتشجيعنا لعمل المزيد، وشكرا لكم.